من وراء تدمير الرياضة الكويتية. اللي ما لهم شغل بالرياضة هم من مسكوا الاتحادات الرياضية. الساعة 6 مسكرين النادي، 7 مسوينها دوانية وما في أحد من الشباب يدش. ملك لأشخاص وليس ملك لدولة. إقصاء رئيس الاتحاد الكويتي عبد الله الشاهين. ما حد يقدر إلا الجمعية العمومية من 9 أندية أوكي أن يطرحون الثقة في هذا الاتحاد. مطلق نصار. لا فضل حج. أنا أطلب منك لا تستعجل في تغريداتك، كن منصف في هذا الأمر. مجلس إدارة نادي القادسية تحمل ما وصل إليه نادي القادسية. نادي القادسية يمرض ولا يموت. اليوم هذا الجمهور بدأ يؤثر على مجلس الإدارة.